السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. كدبة إبريل وكدبة نيسان والكدبة البيضاء والكدبة الصغيرة والحاجات ديت، عشان شهر إبريل دخل وكان في ناس يعني دايما بتقعد تتكلم عن كدبة إبريل بالذات الغرب، وبقعدوا يتكلموا على تأصيل الكذبة. إمتى ظهرت كدبة إبريل؟ محدش عارف، هل في بريطانيا ولا هل في ألمانيا ولا هل في هولندا ولا هل في فرنسا، والقصة إيه؟ لكن عام 1577 كان في إعلامي بريطاني مشهور قوي اتكلم عن يعني في أول إبريل برضو، وقال حتة كذبة إبريل، وجاب لها مثال إن هو مشهور في إبريل ليه؟ النكات والحاجات اللي فيها خدع والهزار والقلش. فجاب صورة شجرة كده وفيها حاجات نازلة، هم اللي عاملينها، هي شجرة لكن منزلين منها حاجات كده طويلة، وقالوا أدي يا جماعة شجرة الاسباجيتي اللي هي المكرونة الاسباجيتي، والمكرونة الاسباجيتي ما بتنزلهاش يا جماعة، إنما هي بإيه؟ بتتصنع، زي اللي كانوا بيضحكوا علينا وإحنا صغيرين، لكن لسان العصفور بيجيبوا العصافير ويقطعوا لسانها ويعملوا منها إيه؟ ويعملوا منها لسان العصفور. فكذبة إبريل، هل في حاجة اسمها كذبة إبريل؟ هل في حاجة اسمها الكذبة البيضاء؟ هل في حاجة اسمها كذبة صغيرة؟ تعالوا نقول الكلام ده ونبينه، ده موجود في الإسلام ولا لأ، بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأول النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ثم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يعني حتى الكذب في الهزار أو في المزاح غير جائز. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ثم قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والمؤمن ما يعرفش الكذب، لا يعرف كذبة بيضة ولا يعرف كذبة صغيرة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. يبقى المؤمن لا يكذب، ويطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في كذب تقدر عليه، في كذب تاخذ عليه حسنات، في كذب انت مطالب به ثلاث حاجات. اول حاجة: حديث الرجل امرأته، رقم واحد. رقم اثنين: الاصلاح بين الناس. رقم ثلاثة: في حالة الحرب. اول حاجة: حديث الرجل امرأته، انك تقول لها: انت قمر، انت عسل، انت احلى من القمر، انت احلى واحده في الدنيا، انت ما فيش زيك في الوجود، انت مش عارف، وتقعد بقى تقول هذه الكلمات اللي فيها مدح وفيها اطراء وفيها ثناء وفيها اشعار. هذا اجازه الاسلام واباحه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لانه به تستقيم الحياه. خلاص، اللي هو حديث المشاعر، عشان ما حدش يقول ده انا سمعت ان فلان او الشيخ احمد بيقول ان الكذب على الوحده جائز. لا، حديث المشاعر. ما تبقاش انت مثلا في المكان الفلاني وبتقول لك انت فين، تقول لها انا في المكان الفلاني، انت في مكان تاني خالص. زي مثلا امراه تسال زوجها، بتقول له: هو انت فين؟ قال لها: انا عندي ماما. قالت له: طب يا حبيبي تعالى عشان ماما عندنا. خلاص، ده طبعا كذب، كذب صريح، تمام. لكن حديث المشاعر انك تمتدحها وانك تقول فيها اشعار، هذا اجازه الاسلام. حديث الرجل امرأته رقم واحد. رقم اثنين: حديث الاصلاح بين الناس او الكذب في الاصلاح بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا. اللي هو ايه؟ انت مثلا سمعت ان في اتنين ما بينهم وبين بعض مشاكل، تمام كده، فواحد منهم بيشتم على التاني ويقول ويزمه ويقول فيه كلام مش كويس، فانت واحد سمعت من ده فرحت للتاني فيقول لك ايه؟ لا اصل بيقول عليا كذا. انت تقول له: لا، ده الراجل بيمتدحك ويقول لك في حقك كلام كويس، ده لا، ده بيشكر فيك، هذا كذب. لكنه جائز، وهذا كذب تؤجر عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما قال السلف، الله عز وجل احب الكذب في الاصلاح وأبغض الصدق في الإفساد. لو أنت هتفسد بس صادق ما ينفعش، لكن هتكذب بس هتصلح ما بين اتنين، هذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه وأباحه لنا شرعنا الحنيف. يبقى التلات حالات قلنا: أول حاجة حديث الرجل امرأته، واحد، اتنين الإصلاح بين الناس، تلاتة في حالة الحرب بين المسلمين وغير المسلمين، فالحرب خدعة. وعلى هذا فلا يجوز الكذب في غير هذه الثلاث. جيش واحد بقى يقول لي: كذبة إبريل وكذبة نيسان والكذبة البيضة وأصل كذبة صغيرة، هذا غير معترف به. فمن فعل واحدة غير هذه الثلاث، إنك بتقول لك زوجتك كلام حلو، أو في إنك تصلح ما بين اتنين، أو في حالة الإيه الحرب، هذا غير كده لا. حتى ما ينفعش تكذب على ابنك الصغير. يعني مثلا
احد الصحابه وكان صغيرا يقول دعتني امي ورسول الله قاعد في بيتنا فقالت تعال اعطك، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها ماذا اردت ان تعطيه؟ قالت اردت ان اعطيه تمرا يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبه. شوف حاجه صغيره جدا، انت مثلا ممكن تقول لابنك ايه، تعال وانا اديك بونبونايه، تعال انا اديك اجيب لك حاجه حلوه، تعال وانا اخرجك معايا، لو عملت وانت في نيتك انك ستكذب هذه تعد كذبه حتى وان كانت على معتوه، حتى وان كانت على مجنون، حتى وان كانت على طفلك الصغير او على طفلتك الصغيره. فالكذب عندنا واضح وصريح، لا يجوز الا في الثلاث حالات التي ذكرناها. يبقى ما عندناش حاجه اسمها ايه، لا كذبه ابريل ولا كذبه بيضه ولا غيره. دعنا او دعونا من هذه الشعارات ومن هذه الكلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا على الصدق. اللهم آمين. أشوفكم على خير. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.